السلام عليكم اخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاخوان بمناسبه راس السنه، يعني عام جديد وسلعه جديده. المهم الاخوان، الناس اللي كانوا وصونا على لي شوميز اللي جنا لكم نهار الخميس، الفيديو اللي حط لكم نهار الخميس، الشوميزه الغليظه هذه اللي كتشوفوا. اول حاجه الى شتو السلعه بعدا واللي تفرج في هذا الفيديو اللي مصينا على ليطاي، الناس ديولنا اللي خلاو لي ليطاي وما لقاوهمش، حيت السلعه كلها كانت تباعت. اخر اغيفاج اللي جات هي هذه، وهي اللي بقات عند مولاها، خديتها كامله الصراحه. غادي تحاولوا تعيطوا لي على ليطاي والوينات، والناس اللي ما لقاوش ليطاي ديالهم نهار الخميس يسمحوا لينا. المهم دابا السلعه رجعت، حاولوا تصيفطوا لي الميساجات. المهم اليوم راه قبل ما ندير لكم هذا الفيديو هذا، راه الناس اللي كانوا مصونين على ليطاي جمعت لهم ليطاي ديالهم اللي كاينين دابا، انا غنوريهم لكم اليوم، غتشوفوا اللوينات وغتشوفوا لي طاي. وجبت لكم في هاد لا فيديو هذا واحد جين خطير. المهم تذكروا معايا باش ما تزقلو حتى لقطه في هاد الفيديو هذا، واحد جين مليح، وزدتكم جين اخر اوريجينال حتى هو ناضي الاخوان. كديجا جبتو لكم ولكن عاودتو لكم هاد المره هذه، ونشوفوا شي حاجه اخرى. والتريك هو حتى هما رجناهم كول داير، حتى هما كانوا تقاداو. المهم بقاو معنا في هاد لا فيديو حتى الاخر. دوبا ان شاء الله. واول لون هو هذا اللي كتشوفوا، وكل لوين راه خليكم التصويره ديالو من السيد ديالهم اللي هي اوريجينال، وهذه السلعه راه كلها ديال تركيا. غادي يجي هضرت معكم عليها. هذا اللون هذا عقلوا معايا عليه صافي. هذا معاود، راه جا واحد جوج لوينات ما كنتجتهم لكم قبل. المهم هذا راه كان في الفيديو اللي فات، غير هو تقاد. المهم لي طاي اللي باقين فيه عقلوا معايا، بقى فيه الاكس ال وبقى فيه السمول باش ما نزقل حتى حاجه الاخوه. يعني كاينه فيه سيري صافي، كاينه فيه سيري من السمول حتى للدوبل اكس ال. هذا اللون هذا، هذا اللون هذا صافي داز. اللون الجديد اللي جبنا لكم هو هذا، ها هو هذا، راه لوين جديد. شوفوا معايا اللوين، داخل فيه الزرق والجري والجري نوار، بحال قلتي النوار والجري والزريق صافي. شوفوا معايا الفصاله لاكوب ديالو والخدمه. هذا الاخوان فيه سيري صافي، باش ما نطولش عليكم الفيديو نحيدو حتى هو باش ما نتلفش. كاين عندي هذا اللون، هذا ديجا جبتو لكم وتقاده اللي كنت لابس اللي خديت منه انا، وهذا شوفوا معايا اللوينات اللي فيه صافي الاخوان. شوفوا معايا مزيان باش تعقلوا على اللوان، باش تسكريني ليا وتصيفط ليا. هذا داز الاخوان، حتى هو عاودته فيه سيري، ها هي الباكيه ديالو، لون جديد ها هو. ما نشوفها شي وحده محلوله تبعت فيها وحده، المهم تبعت فيها وحده الاخوان اللي تبعت فيها هي الاكس ال. المهم باقي فيها السمول الميديوم لارج والدوبل اكس ال صافي. الاكس ال ما فيهاش تبعت، هذه فيها الخضر البلون كاسي الصفر والنوار، الوينات خطيرين الاخوان صافي. المهم راه كاع الموديلات كنخليكم التصاور ديالهم باش تاكدوا مزيان صافي. هي دازت ياك، ما فيهاش غير الاكس ال. نحيدو هنا، وهذا عاودته لكم، هذا تاورا فيه سيري. هذا اللوين هذا الاخوان اللي كتشوفوا، شو معايا مزيان، فيه الخضر النوار الكري كلهم تبارك الله، الوينات واعرين الاخوان. هادو بالنسبه لي باك، يعني اللي مسيري. هادو هنا راه مخلطين، هادو من السلعه اللي كانت شات تعدي المره اللي فاتت، ما عرفتش سبعة البياسات ولا 8 يلا. والحاجه الاخرى الزوينه اللي جبت لكم، ما نسيناش الناس ديال الكرونطاي، الناس الكرونطاي راه ما نسيتكمش. بغيت نتاكد من لي طاي ثروه ديال في محطيه الشكال. جنا فيهم واش
نتاكد دايرين 5 هنا 5 اكس ام فوالا هانتوما دابا يلاه فهمت لي طاي هذا الموديل هذا اللي غنوريكم دابا شوفوا معايا مزيان هذا راه ما دخلش لي السيت ونسيت ما وريتكمش ما جبتش التصويره ديالو هذا الموديل هذا اللي فيه دو بوش هذا الاخوان كيبدا باش نتاكد مزيان هادي كيبدا من الاكس ال ولكن الاكس ال وافيه حتى التريبل الناس الكرون طاي باش ما نخلي حتى شي واحد بلا سليعه هذا الموديل بالضبط بوحدو فيه من الاكس ال حتى التريبل اكس ال صافي توب غليظ بحالو بحال الاخرين شوف تبارك الله اللهم بارك مانطا يعني ديال راس العام وديال هذا الجو اللي فيه حنا دابا الله يرحمنا الحال بارد خاصه غير الشتيوة الله يرحمنا صافي هذا الشيء داز تريكوات الاخوان عاودت لكم هذا الوين هذا اللي كتشوفوا الكحل والكرونه والقري شوه تما تقادوا وعاودت لكم الابيض ديالو ها البيض ديالو يعني الوينات خطيرين الاخوه الوينات واعرين من الداكروش صافي هادو اللي عاودنا ودابا يلا نشوفوا الجين جينا الاخوان بعدا قبل ما نوري لكم الطايات كيبدا من 31 حتى ل 50 صافي الناس اللي كيلبسوا ال 50 وعاودنا لكم الكرينوار والنوار حتى هو غنوري لكم ان شاء الله ها نتوما شوفوا لي السروال الناس خدوا عندنا الكرينوار والنوار هذا راه خوم لا مارك ديالو لي بوش السلعه الاخوان راه سلعه مليحه راه كيبيعوا لكم 300 درهم 250 المهم بلا ما نهضروا على التفاصيل شوفوا لي بوش كي دايرين هذا جاي الوين مغلوق جاي قريب بلو بيترول الخياطه الاخوان شوفوا لي الخياطه كي دايره اللهم بارك خدمه ناضيه في صاله دروه ماشي سليم الفراشه الاخوان تبرعوا لي مراساتكم كلشي خياطه للداخل ديال السروال كي دايره الخياطه من هنا من الوسط شوفوا الخدمه كي دايره متى يعني زائد ما كاينش العوجيه ولا هذه هربانه على هذه ولا الفورنيتور الاخوان ديجا هضرت معكم على هذا الشيء كتلقاو لا مارك الداخل ديال الفورنيتور كتلقاو لا مارك مكتوبه السلسله اللي جاتكم اوريجينال ديال النحاس هنا هذا الفورنيتور الصغار هادو كتلقاو فيهم لا مارك هنا البتي بوش دايرين لكم الزيكزاك بالاحمر ولاسين حتى هي كيفما كتشوفوا بالاحمر بوردو جاكرو الاخوان جلده ماشي كاغط ولا داكشي اللي غتصبنها وتخسر لك شوفوا لي الاخوان الداخل ديال السروال شوفوا لي بلاصه السلسله كي دايره لي بوش شوفوا لي كي دايرين لي بوش توب مليح كاليتي مزيانه هنا راه شي بلا من ندوي عليه هادشي راه نورمال الخياطه ديال الجيوبه الخياطه ديال الجيوبه ديال اللور شوفوا اللهم بارك شوفوا الخدمه كي دايره هنا هاد الخياطه هادي وهاد الخياطه هادي ها واحد الطريفات ديال الجين دايرين لكم هنا على حساب باش من يطيب ما يتقلع ما والو ما يتشرق ما والو الخياطه ديال الداخل كي دايره شوفوا يا خياطه كي دايره اللهم بارك المهم السروال مليح الاخوان والثمن درنا ليه غير 220 درهم 220 درهم شوفوا ليا تيكي كلشي ما نزقلو حتى شي حاجه الاخوان خياطه اللهم بارك راه سروال مليح هذا راه كيبيعوا لكم 300 350 250 المهم الاثمنه ما كينزلش عليها حيت انا عارف الرباح اللي كيربحوا معاكم المهم حنا راكم عارفين نديروا شي بركه والسلعه تمشي حتى حاجه ما تبقى المهم سريوين ناضي فيه من 31 حتى ل 50 صافي عندنا عودنا لكم الكرينوار ديالو راه كنتقادى هذا الكرينوار ماشي النوار الكرينوار اللي فيه لاسين بالاحمر باش نقرب منكم المعلومه مزيان ها النوار ديالو وها الكري صافي هنا باش يبان لكم الفرق هذا هو الكرينوار هذا هو الكرينوار الفري
الخدمه اللهم بارك بالنسبه للناس اللي الله شافوا السروال، والحمد لله الكليان ديالنا راه خداو منه، وما كرهناش تخاونا الاراء ديالكم في هذه السلعه هذه، يعني الراي ديالكم واش مزيانه ولا ما مزياناش باش الناس يعرفوا شنو كاين. صافي، والنوار ديالو قلت لكم راه فيه لاسين بالزرق، النوار ديالو لاسين بالزرق، شتوه ولا ما شتوهاش؟ في هاد لاسين هادي وفي الخياطه هنا كتلقاوها حتى هي بالزرق في البتي بوش. صافي، بلاك غري في صاله دروا، داكشي نقي ديال الناس بعقولهم اللي بغا يتهلا في راسو وتبرع، وكاليتي مزيانه. هذا حتى هو فيه من 31 حتى ل 50 باش تعرفوا السلعه راها مليحه، ما كتبقاوش فيها طاي ولا جوج طايات. وتجي الاخر اللي غادي نوريكم الاخوان، سمحوا لي دابا راه زربت لكم على الفيديو، ولكن اهم حاجه وريتكم التفاصيل. القميجه راه الفيديو الاخر رجعوا ليه باش تشوفوا الخياطه، تشوفوا الخدمه، تشوفوا الفصاله كلها. سلعه تركيا كابورا للاخوان، العشاق ديال كابورا الاوريجينال، شوفوا هي الخدمه كي دايره، شوفوا لي الطرزه، شوفوا لي لي بوش كيفاش طايحين، شوفوا لي كلشي اللي دي طاي كامل ديال السروال. الطريزات اللي جاتكم بها هنا الصدفه الاخوان راه كتلقاو فيها لا مارك. الخياطه من الداخل الاخوان، داكشي راه بلا ما نتناقشوا فيه، داكشي راه شوفوا لي السلعه كي دايره، تبرعوا لي مراساتكم. السلسله راه موريتاتكم في السروال الاخر، راه كتلقاو لا مارك ايغريك كا كا، هادشي بلا ما ندوي فيه. الجيوبه من الداخل اللي وريتكم دابا في هاد السروال الاخر، ها هي كتلقاو واحد الطريفات ديال الجين باش ما يطيبش لكم السروال ويتفرقع لكم الجيوبه ديال اللور. صافي، وهنا في البانسات تما راه زيدين لكم هاد العيبات هادو هنا باش تعرف الخياطه راه مزيانه. اما التوب ديال لي بوش اللهم بارك، تويب راه غليظ مليح وشي حاجه ناضيه الاخوان. المهم الاخوان، السلعه ديال اليوم هي هادي، غتكون عندنا سلعه جديده ان شاء الله، راكم عارفين ديما الجديد نتوما الاولين. لي طاي ديال هذا الاخوان باش ما نساوش، لي طاي ديال هذا كيبدا من 31 حتى 36 يعني حتى 46. لي شوميز ديال تركيا من سمول حتى الدوبل اكس ال. التريكو هادو من سمول حتى الاكس ال. صافي، الاسمنه 220 درهم اوريجينال، 220 درهم. ايغو اند ايغو الشركه ديال الاكني 220 درهم. القميجه الاخوان ديال تركيا 200 درهم. صافي، الاثمنه دابا راه كلها عندكم، ومرحبا بالجميع. اي حاجه جات راه نتوما الاولين، والله يجازيكم بخير. عاود نذكركم على القناه ديالنا، ديجا قلت لكم راه مستهدفه، هادشي ما كنمشي كنقول لكم باش ديرونا ابوني ولا ديرونا لايك ولا هادشي. غادي الى راس العام دابا اليوتيوب كيبداو الخوارزميات ديالهم كيبداو يديروا اعاده النظر في القنوات اللي عندهم شي محتوى ماشي هو هذاك، وخصوصا حنا راه كنديروا محتوى تجاري وكنهضروا على لي مارك على كل شيء. حاولوا الاخوان اللي دخل يدير لايك، يدير اي حاجه في الكومونتير، كتب اي حاجه ما عندناش مشكل، ما دير لا ابوني لا والو، لايك كومونتير. صافا الاخوان للتاكيد، ومن هنا تخاونا الاراء ديالكم في السلعه اللي كنوريكم. ومرحبا، كان معكم عبد الواحد من قناة جاري برو، آخر كلام وأجمل ختام، والصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم.